ينظم القطب البيداغوجي التابع لجمعية فاديب، جمعية التكوين عن بعد لفائدة المدرسين والتلاميذ والمهنيين، دورة تكوينية عن بعد لفائدة المترشحين والمترشحات لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديميات سلك التعليم الابتدائي، دورة نوفمبر 2020. الدورة التكوينية تشتمل على 5 وحدات: الاستئناس والتوجيه، قضايا تربوية عامة، قطب اللغات، قطب العلوم، وأخيرا المباراة الشفوية، وهي وحدات تكوينية تزاوج بين الجانب النظري المتعلق بالشق البيداغوجي والديداكتيكي وكذا الجانب التطبيقي المتعلق بتحسين مهارات التعامل مع الامتحان الكتابي والقدرات التواصلية لكل مستفيد، بالإضافة إلى الجانب المعرفي للمناهج الدراسية بالتعليم الابتدائي. المهام المطلوبة في كل وحدة: الاطلاع على المحتوى، المشاركة والتفاعل في المنتدى، إنجاز الروائز، المشاركة الفعالة في اللقاءات التزامنية، وذلك بتأطير من ميسري كل مجموعة. يرجى الانتباه، فعدم القيام بالمهام المطلوبة في كل وحدة يؤدي مباشرة إلى الإقصاء الأوتوماتيكي من الدورة. جمعية فاديب بكل أقطابها الأربعة تتمنى لكل المترشحين والمترشحات النجاح والتفوق في هذه المباراة. Bonne chance à tous les candidats.